دشنت مؤسسة متطوعون مشروع التمكين المهني للشباب الذي يهدف إلى تمكين 140 مستفيداً ومستفيدة وتأهيلهم للانخراط الفعال في سوق العمل من خلال حزمة من البرامج التدريبية التي تستهدف تطوير مهارات الشباب. المزيد في هذا التقرير. ليحدث هذا المشروع تحول بتمويل وتنفيذ وإشراف من مؤسسة متطوعون، أطلق هذا المشروع المهني لتمكين الشباب وتأهيلهم للانخراط الفعال في سوق العمل من خلال البرامج التدريبية المتنوعة والتي يشارك فيها 140 مستفيد ومستفيدة بمشاركة ودعم من بنك بندول للتمويل الأصغر. بدأنا دشنا مشروع التمكين المهني في 4 دورات مهنية، دورتين للشباب ودورتين للبنات. الدورتين للشباب الليزة الإلكترونية والمنزلية، والدورة الثانية الجي بي اس للصيادين، والشريحة الثالثة للنساء الخياطة والتطريز والكوفير. حقيقة في البداية نشكر مؤسسة متطوعون لإتاحة لنا الفرصة في المساهمة لإنجاح هذا المشروع، مشروع التمكين المهني، وانطلاقا من شعار بنك بندول ومن أهم أهدافه التنموية ومن باب المسؤولية المجتمعية، قمنا بتقديم 50% من قيمة الحقيبة لكل متدرب كقرض حسن بدون أي عائد ربح للمساهمة في إنجاح هذا المشروع. المشروع يشمل برامج في مجالات حيوية مثل صيانة الأجهزة الإلكترونية وتشغيل أجهزة الملاحة البحرية الجي بي اس والخياطة والتطريز والكوافير والتجميل، ويسعى إلى دعم الشباب من ذوي الدخل المحدود من خلال توفير حقائب تدريبية مجانية بنسبة 50%. الناس يعني اللي يعني يبحثون عن التمكين يعني من حاجة يعني مسكونة في يدهم، يعني مشان يبدون مشروع لهم من الصفر في ظل الأوضاع اللي نحن نعاني وظل البلاد والأوضاع اللي فيها، وإن شاء الله بإذن الله نشوف يعني مشروع متطوعون زين، يعني فرصة للناس وللشباب وللبنات إنهم يبدوا يعني فرصة جديدة يعتمدوا على أنفسهم أهم شيء. يعني مثل هذه المشاريع التي تتبناها منظمات المجتمع المدني في محافظة حضرموت تكمن أهميتها في توفير بيئة عمل مستدامة للشباب بعيدا عن الوظائف الحكومية التي لا يصلها إلا المقربون من مركز القرار والسلطة، وتعمل على سد ولو القليل من الحاجة الضرورية للمستفيدين منها في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه البلاد. حسب ما قلت